بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس النهارده هيكون معتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه الغربيه، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. الناس كلها بتسالني هو الجو هيبرد امتى، احنا في شهر ديسمبر، احنا عايزين الجو يسقع قوي علينا. طبعا محبين الشتاء هم اللي بيسالوا دايما، فحابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس. طبعا احنا لسه مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجه لدرجتين. العظمى اليوم على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه بسبب تاثرنا طبعا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه جنوبيه بين الجنوبيه الشرقيه الى الجنوبيه الغربيه، ده بيؤدي لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار تحديدا. بنبدأ فترات اليوم بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس درجات الحرارة بتبدأ ترتفع والأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ وشكل سريع. الفرق بين فترة النهار وفترة الليل أحيانا بيوصل ل 10 و 12 درجة مئوية، يمكن كمان بيوصل ل 14 درجة مئوية في بعض المناطق. الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، فلازم نحذر هنا السادة المواطنين إن احنا مش عاوزين ننخدع بالاستقرار والدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لأن فورا بكل ساعة الليل هنحس بانخفاض درجات الحرارة. صحيح. بالإضافة كمان طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة معانا واللي يمكن تكونت خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل هي الشبورة المائية، بتتكون في على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. فهنا هننصح قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور اثناء تكون الشبوره المائيه، دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. الاجواء دي هتستمر معانا على مدار هذا الاسبوع، استقرار في الاحوال الجويه، فترات النهار هنحس بالدفء خاصه مع سطوع اشعه الشمس، فرص الامطار بعد منتصف الاسبوع هتنحصر فقط في المناطق الساحليه وهتكون غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. تمام، يعني احنا كده يعني طول الاسبوع الجو او الطقس هيكون معتدل في ساعات النهار، لكن بالليل هينخفض درجات الحراره. صحيح كده يا دكتور؟ بالفعل، بسبب طبعا زي ما بنقول الكتل اللي بتبقى جايه من على صحراء بيبقى فيها التسخين فترات النهار والتبريد فترات الليل، ففترات النهار الاجواء دافيه ومعتدله تماما، لكن فترات الليل اجواء تكون اجواء بارده. صحيح. الصغرى خلال فترات الليل بتروح ما بين ال 13 ل 14 درجه مئويه على القاهره الكبرى، في بعض المناطق من شمال الصعيد بتوصل ل 9 و10 درجات. بالتاكيد كمان احنا بنتابع مع حضرتك يوميا حاله الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. تعالوا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 23 الصغرى 14، العاصمة الإدارية 23 13، اسكندرية 23 12، العلمين الجديدة 24 12، مطروح 23 13، دمياط 23 13، بورسعيد 23 14، الإسماعيلية 24 12، السويس 23 13، العريش 22 12، كاترين 18 5، طابا 21 14، حلايب 25 19، شلاتين 28 18، شرم الشيخ 27 18، الغردقه 27 15، الفيوم 24 13، بني سويف 25 12، الوادي الجديد 27 10، اسيوط 24 9، سوهاج 25 10، قنا 27 10، الاقصر 28 9، واخيرا اسوان 29 12.
حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهارده، لكن يجب توخي الحذر خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وأيضا الساعات الأولى من الصباح الباكر لانخفاض درجات الحرارة اللي بيكون ملحوظ جدا عن ساعات النهار. هرجع مرة تانية لأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم.